وَمَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم. حياكم الله أستاذ أحمد، أهلا وسهلا، ربنا ينفعنا بعلمكم ومنورنا يا شيخنا، بارك الله فيك. صلى الله عز وجل أن يتقبل. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام، نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة، وهي كثيرة جدا للغاية شيخي الكريم، وأنا أعتذر لأي أحد نتأخر عن الجواب عنه في الحلقة. يعني ربما كنت أمس كان شيخنا الحبيب عنده برنامج خير القرون، جلست معه وأقرأ عليه الأسئلة وهو يجيبني على كثير من الأسئلة على الصفحة، ونجتهد قدر المستطاع أن نجيب على كل الأسئلة، وأيضا ننتظر الاتصالات فلا ننزعج ولا نغضب، لأن البعض ربما يعني يرسل بعض الرسائل التي فيها عتاب، وأسأل الله عز وجل القبول. والصفحة تظهر تباعا على الشاشة، وهي موجودة الآن على الفيسبوك وعلى الشاشة، أسأل الله عز وجل القبول. شيخي الكريم، سائل يسأل ويقول: ممكن نبذة عن التوحيد؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأقول: التوحيد هو حق الله على العبيد، هكذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن جبل: كان رديف النبي على دابة يوما، فنادى عليه رسول الله: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا التوحيد هو الذي من أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله بعث الله الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما جاء نبي إلى قومه إلا وهو يقول في صدر دعوته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا التوحيد هو الذي سعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته مع قومه، يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والتوحيد باختصار قسمه أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام، هذه أقسام اصطلاحية. القسم الأول يسمونه توحيد الربوبية، وهو إقرار العبد بأنه لا رب سوى الله عز وجل. ومعنى الربوبية أن الله عز وجل هو الخالق المدبر المالك الآمر، فالله عز وجل هو الذي خلق، والله عز وجل هو الذي يربي خلقه على نعمه، والله عز وجل هو الذي يدبر ويقدر أمر خلقه، والله عز وجل هو الذي له سلطة الأمر والنهي. هذا معنى الربوبية. القسم الثاني، قبل القسم الثاني أسأل طيب الله عز وجل أن يرزقنا التوحيد الخالص، مع الأستاذة سلمى. السلام عليكم، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله في الشيخ أحمد، بارك الله في الشيخ شعبان، وفيكم بارك، تفضل. الله على خير الجزاء يا فندم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بتحية الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شيخ أحمد، أنا كنت امبارح سألت حضرتك مع الشيخ سالم عن سؤال عن أخت المسلمة، وحضرتك يعني هي مستمع للإجابة، وبس كانت هناك بعض التفاصيل أحبت أن تطرحها، وضيف لك سأعيد عليك السؤال مرة أخرى. لا أعرفه، أنا فاكر السؤال. هي أكدت لي شيخ أحمد وقالت إن أنا أسأل لها،
ان هو يعني ما طلبش منها الزواج، هي اللي تريد ان تعرض عليه هذا الامر، ونريد التعامل بينهم بصفه مباشره، ان هو يتصدق عليها عن طريق والدها. انت امس لكن اختنا الفاضله سلمى قلت ان هذه الصديقه او الصاحبه ان هذا الشاب يريد ان يتزوجها وهو لا ينجب، ويريد ان يتزوجها من باب الاطمئنان عليها وان ينفق عليها لا، وان يدخل برضا والديها. هي تقول ان هي التي تعرض عليه الامر، فهمت منها النقطه، وقالت انها هي التي تريد ان تعرض عليه الامر بعد ما تاكدت انه يليق لها في شيء ما، مع العلم انه لن يدخل بها، يعني لن ياخذ منها حقها الشرعي او لن يستنظر منها اولاد، لانه في انتظار اولاد، ولكن من باب الاطمئنان ومن باب السؤال ومن باب انه يتعامل معاها عن طريق الهاتف. طب هي يا استاذه سلمى شفاها الله عافاها، اولا هي عرضت ام لم تعرض بعد امر لم الزواج؟ تعرض، وهي تريد تمام ان تعرف واضح عن طريق، تمام، هي لم تعرض هذا الامر، وتريد بحكم الشرع لانه لن يدخل بها ولن ياخذ منها اي شيء، يعني هو مجرد. طب انت عرفت منين هذا الامر طالما هو لم تعرض بعد؟ هل هي التي ستشترط عليه هذا الشرط؟ هي تقول، يعني لانه يعلم ظروفها الصحيه جيدا، يعلمها جيدا، ويعلم انها لا ينفع ذلك، يعني لا ينفع. طيب حاضر، هو عارف ان ما ينفعش لظروفها الصحيه، وعارفه ان هي يعني تقول انه يكون لها مشاعر، فهي تحب ان تكون العلاقه بعقد قانوني وتكون في حدود الشرع. فانا لا اعرف ماذا اقول لها، وهي تسمعكم الان وتريد منكم النصيحه، هل تفعل ذلك؟ ان هل لو اقدمت على هذا الشيء ممكن فيما بعد يؤذيها او لا؟ هو تقول انه على قولك شخص ما مهذب خلوق، يعني ويتصدق عليها او ينفق عليها او يسال عنها، مع ان تجاهل اهلها لها، يعني فمش عارفه حكم الدين في ده ايه، والنصيحه اللي والدي ينصح لها ليها ايه؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسألك الله بالهداية ويهدينا ويهدي جميع المسلمين أجمعين. آمين آمين، اللهم آمين، ربنا يستر أعراض المسلمين ويشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى، اللهم آمين يا رب العالمين. نفصل القول مع القسم الثاني من أقسام التوحيد مع فضيلة الشيخ شعبان درويش. نعم. نعم، القسم الثاني من التوحيد هو يسميه أهل العلم توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد العبد الله عز وجل وحده بالعبادة فقط، فلا يصرف شيئا من العبادات القولية ولا العبادات القلبية ولا العبادات العملية لغير الله عز وجل. هذا التوحيد هو الذي عليه المعركة بين الرسل وبين أقوامهم، لأن توحيد الربوبية ما من أحد في الخلق إلا وهو يقر بتوحيد الربوبية، حتى إبليس نفسه يقر بتوحيد الربوبية وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، حتى فرعون يقر بتوحيد الربوبية، حتى المشركون أنفسهم إذا كانوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لهم يدركوا أنه الرب، لكن إذا كانوا في السعة فإنهم يشركون بالله أو مع الله ما لم ينزل به سلطان. هذا التوحيد هو أهم أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، وهو أن يفرد العبد ربه تبارك وتعالى بالعبادة، فصلاته وصيامه وحجه وعمرته وبره وإخلاصه وقصده وتوكله وخوفه ورجاؤه وتعظيمه وحلفه ونذره وذبحه، كل هذا لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف شيئا منها لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما التوحيد الثالث فيسميه أهل العلم توحيد الأسماء والصفات، فهذا الرب هو قطعا وحده ما دام الذي خلق والذي رزق والذي دبر والذي أمر ونهى، فهو وحده المستحق للعبادة وحده، وما دام هذا الرب هو الوحد هو وحده المستحق للعبادة، فقطعا هو وحده من يستحق الصفات العالية، الصفات صفات الكمال صفات الجلال، فلا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الجلال وصفات الكمال. يعني هذه نبذة مختصرة بسيطة عن توحيد الله عز وجل، لكن يرجع في التفاصيل طبعاً بالطبع إلى كتب الاعتقاد، كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا فضيل الشيخ شعبان درويش. أختنا المتصلة سلمى يعني تسأل عن أخت لها مريضة، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها،
وهي يعني أمس قالت إن هذا الشاب لا ينجب، وأنه سيتزوج هذه الفتاة من أجل الاطمئنان عليها ومن أجل أن ينفق عليها، هو أصلا ينفق عليها جزاه الله خيرا ويتصدق عليها، ولكن هي كما فهمت من كلامها أو من ثنان كلام تريد أن يكون هناك بابا شرعيا في الدخول والخروج والاتصال والاطمئنان، ليس من باب النكاح. ولكن هل هذا الأمر بهذا الشرط الذي ذكرته مجرد زواج فقط؟ يعني أنا استمعت الكلام الأخت السائلة، هي تقول هو أصلا فضلا عن كونه هو نفسه لا ينجب، لكن هي أصلا مريضة. لا يصلح أن يبني بها. أنا استمعت إلى هي الأخت تقول السائلة، عن هذه الأخت أنها مريضة وهو لا يستطيع أن يبني بها، يعني هي ليست يعني صالحة للبناء ولا النكاح وكده، لكن هم يريدوا فقط الغطاء الشرعي. يعني تصوري أنهم يريدوا فقط الغطاء الشرعي. على العموم هو إن كان الأمر كذلك، يعني لا يريد فقط إلا الغطاء الشرعي الذي يتيح ويبيح له أن يدخل عليها، وهو كده كده كما يقولون يصرف وينفق عليها، فلا بأس، لكن سيختلف الأمر عما هو عليه الآن على ما بعد النكاح. هو الآن ينفق قربة لله عز وجل وسعة صدقة على هذه المرأة، ليس من باب الواجب ولا المسؤولية، لكنه إذا تزوج صار مسؤولا عنها من الألف إلى الياء، مسؤولية وجوب. ليه؟ لأنه طب سيقول هل يجوز أن يتزوجها بهذا الشرط؟ أي شرط؟ أن يكون هكذا زواج من باب أن يطمئن عليها وأن ينفق عليها لا فقط؟ يا أخ أحمد، هي الأخت مش بتسأل في كده، هي تقول هو هيتزوجني وهو يعرف إنه ما فيش بناء، إن هي ليست صالحة للبناء، مش هي بتشترط عليه ألا يبني بها، لا، هي بتقول إن هو هيتزوجها مع علمها أنه لا ينجب، ومع علمه أنه لا يستطيع أن يبني بها لأنها مريضة ولا تصلح للنكاح. نعم، هو إن رضي لنفسه ذلك لا بأس، خلاص هو حر، إنما ليعلم هذا الأخ الكريم أن الزواج مسؤولية، وسيكون مسؤولية هذه المرأة واجبة في عنقه، لأن الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النفقة بعد النكاح ستكون نفقة وجوب علي. فأنا أخشى إنه إن طال أمرها وإن طال عمرها وإن كثرت نفقاتها، والآن ينفق ليس بالضرورة أن ينفق كل النفقات ويعين أو يساعد، نعم، لكن فيما بعد الزواج سيكون هو مسؤول عن عن النفقة من علاجها الألف إلى الياء، ودوائها وطعامها من الألف نعم. إلى الياء، فيخشى أن يتضجر يوما أو أن يضيق يوما أو أن تصعب عليه النفقات وتكثر عليه النفقات يوما ما، فتكون الصدمة حينئذ الصدمة العصبية والنفسية، إنه يجد نفسه مضطر يعمل إيه؟ مضطر إنه يطلق. أنا أرى إنه الأخ إذا أراد برا وأراد يعني ابتغاء وجه الله عز وجل، قالت أنها هي التي تريد أن تعرض عليه الزواج، أن أختها يعني أو صاحبتها، يبقى الأمر على هذا الحال. الأخ ينفق من سعته وهو غير ملزم وجوبا بالإنفاق من الألف للياء عليه، إنما هو يعينها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا بر وإحسان وصدقة، نسأل الله أن يجزيه عليه خير الجزاء. لكن أنا أنصح الأخت، هذه الأخت المريضة بارك الله فيها، وأسأل الله أن يعني يشفيها وأن يعافيها، ألا تتسرع في هذا الأمر وألا تعرض نفسها هذا العرض، لأن هناك احتمال أنها تعرض فيرفض، وارد هذا وارد، فإذا عرضت ورفض سيأتيه الشيطان، ربما يشغل باله، طمعان فيك، طمعان في أموالك، طمعان في نفقتك. فأنا يعني أرى أن يبقى الأمر على ما هو عليه، وأن تترك الأخت سعة الله عليها من هذا الأخ، ويكتف بهذا القدر. وإن كان الزواج سيكون صحيحا لو لا فعلت أو لو زواج فعلت صحيح لا تمام. بس يعني خاصة تمام. أنه بينهما الأفضل بينهما والدها، نعم، هو في الأفضل أن يبقى الأمر على ما هو هذا عليه، هذا أيسر أفضل يعني. نعم، الأستاذة منى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أستاذنك يا أستاذة، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان الصوت والدوشة بس، تفضلي. أنا بعيد عنه. طيب لو سمحت. ألو. نعم. جوزي فتح صالة بلياردو كده، محل فاتح حاطط فيه ترابيزة بلياردو يعني، والشباب بيدخلوا يلعبوا كده، فمش عارفة يعني مكسبه حرام ولا حلال، الموضوع ده حرام ولا حلال ولا كده. حاضر،
حاضر يا أستاذة منى، حاضر. في سؤال آخر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذة منى كما وصفت زوجها فتح يعني محلا للشباب للبلياردو يلعبون، فهل هذا من المصدر حلال أم حرام؟ والله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان هذا الأخ يتعامل داخل هذه الصالة المعاملة الشرعية فلا بأس. كيف يتعامل المعاملة الشرعية؟ من أراد أن يلعب يدفع قيمة تأجير الترابيزة والوقت المستغرق في اللعب حسب ما هو يحدد، يعني مش على اللي يشيل يعني. إنما مش على النظام الشباب بيعملوه إن هو المهزوم هو اللي يدفع. أيوه. هذا في منتهى الخطأ، هذا خطأ كده مقامرة يا شيخ، هذا يدخل في باب القمار وغيره. هذه واحدة. الأمر الثاني أن تكون الأداب العامة مضمونة داخل الصالة، فلا يتساب هؤلاء الشباب ولا يتشاتم هؤلاء الشباب داخل الصالة ويتلفظوا بالألفاظ القبيحة ولا المناظر السيئة داخل الصالة. الأمر الثالث هو نفسه يكون حريصا على أن تفتح الصالة في الأوقات وأن تغلق في أوقات الصلوات، سواء الشباب دول بيصلوا فبها ونعمة أو كانوا يعني والعياذ بالله تاركين أو مهملين للصلاة، إنما هو لا يشغل هذا العمل ولا فتح الصلاة بصفة دائمة عن أن يعظم أوقات الصلوات الخمسة أو أوقات الصلوات يعني التي تكون في أثناء فتح العمل والمحل، فيعظم هذه الأوقات ويغلق المحل ويذهب إلى صلاته لئلا يصرفه المحل ولا كثرة الشباب وعبث الشباب عظيم. عن يبقى ينضبط مع الضوابط الشرعية ويبقى فيها تقوى الله عز وجل والمراقبة وما تبقاش مقامرة، وان كل واحد يدفع لنفسه وما يكونش على المغلوب يعني. المغلوب هو اللي يدفع، هو بيأجر الصالة لمدة ساعة بكذا ياخد العشرة جنيه بس خلاص بس. وربنا يهدي شبابنا وبناتنا، اللهم امين. يا شيخ، ما هو الافضل اثناء اتباع الجنازة، المشي امامها ام المشي خلفها؟ الافضل المشي خلفها، لانها يعني اسمه اتباع الجنائز، واذا مات تبع جنازته، التبع أن يكون خلف الجنازة، هذا هو الأفضل. إلا إن كان الطريق ضيقة فحينئذ لا بأس أن يمشي عن يمين الجنازة أو عن يسارها، وإن كانت الطريق أضيق أو كثرة الناس أكثر مما يتصور فلا بأس حينئذ مع هذه الكثرة أن تكون البعض منهم أمامها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يبقى الأفضل أن يكون المشي الخلف، لكن لو العدد كبير كبيرا يمينا ويسارا، وان زاد اكثر واكثر او ضاق الطريق عليهم فلا باس ان يتقدم بعضهم ان شاء الله. وزيت الجنه يا شيخنا. استاذ محمود، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل. استاذ احمد نصر. اخوك احمد. نعم. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. نعم، ممكن اسال الشيخ شعبان؟ الشيخ يسمعك، تفضل. الحديد الحكم لو واحد مثلا قال قل هو الله احد الى اخره الحد ولم يكن له كفوا احد والعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، هل ذلك يجوز زي مثلا ما بتقول اللهم صل على سيدنا محمد عبد خلقه ورضا نفسه؟ ده السؤال الاول. طب معلش، هو يقرا السوره كامله؟ ايوه يقرا السوره كامله، يقول في الاخر عدد خلقه ورضا نفسه. عايز يضرب واحد في ما لا نهايه. ايوه يا خلقه ورضا نفسه. نعم. السؤال الثاني، فهل هذا يجوز؟ تمام. السؤال الثاني، السؤال الثاني بالنسبه للخاطب والمخطوبه، هل ممكن يرى ايديها ورجلاها؟ وكم مره له للخاطب يشوفها؟ يعني هل في اول مره يعني ولا حد النظام بتاعي؟ يعني ايه يرى ايديها ورجليها؟ يعني عند رؤيه الخطبه يعني. وشكرا. يعني حاضر. عند الرؤيه عند الخطبه يعني. طيب حاضر. ما لا ما ما يعني ما ينبغي ان يراه من ما يجوز ان يراه. ما يجوز ده. تمام. جزاكم الله كل خير حبيبي الغالي، اسال الله عز وجل التيسير. طب نجيب عن السؤال الاول الاستاذ محمود، قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يقول عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأنا أريد أن أذكر الأخ محمود بأنه العبادات تقريبا الأصل فيها التوقيف، يعني أن نكون وقفين عند هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا شك أن سورة الإخلاص هي أحب القرآن، يعني هي من أحب القرآن إلى الله عز وجل، لأنها سورة فيها اسم الرحمن تبارك وتعالى، ولها فضل عظيم أنها تعدل ثلث القرآن. فيعني أنا أنصح الأخ بدل أن يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، وهذا لم يرد عن النبي، ولو كان يعني صوابا لكان أولى الناس به رسول الله أو أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لكن أنا أنصح أن يقرأ
سورة الإخلاص بدل أن يقرأها مرة واحدة فهي تعدل ثلث القرآن، فليقرأها 3 مرات راجيا أن يكون هذا يعدل أجر أفضل من القرآن هذا كل يعني. أفضل مما يريد أن يفعل، بارك الله فيه. الخاطب والمخطوبة، هل يجوز أن يرى الخاطب أثناء الرؤية الشرعية يعني مش عارف قدم وكف أو يد المخطوبة؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الذي عليه جمهور الفقهاء الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد أن الخاطب يجوز أن يرى من المخطوبة ما يراقبه في نكاحها في حدود الوجه والكفين. أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فإنه توسع نسبيا وقال يمكن أن يرى ظاهر قدميها باعتبارها في البيت وهي تلبس ثياب المهنة أي ثياب البيت، والأصل أن ثياب البيت لا تكون ساترة للقدمين، لكن الوقوف عندما عليه جمهور الفقهاء الوجه والكفين خاصة أن هذا هو المجمع أصلا عليه في مشروعية الظهور والإبداء أو أنهما ليس من العورة في شيء، هذا أأمن وأضمن إذا كان الأمر رسميا. يعني هي دخلت لتجلس في مجلس الخطبة فهو يتقصد أن يرى منها ويتتقصد أن تريه من نفسها الوجه والكفين، هذا هو الأأمن والأضمن. إنما ورد في صحيح مسلم وغيره أنه يجوز للخاطب إن اختبأ ليرى من مخطوبته شيئا يرغبه في نكاحها أن يفعل ذلك إذا كان مما يتقي الله عز وجل في الحرمات الأخرى. فإحنا خلينا في حدود المأمون وفي حدود المضمون وفي حدود الذي أجمع عليه العلماء أنه ليس بعورة من المرأة وهو الوجه والكفين. ولماذا الوجه والكفين وهو يريد أن يرى أكثر من ذلك؟ إن الكفين عنوان على سائر البدن، وإن الوجه هو أصل الجمال كله ومجمع المحاسن كلها، فيكفي أن يرى منها الوجه فهو مجمع المحاسن، ويكفي أن يرى الكفين فهما دلالة على نضارة وخصوبة البدن، بل إن القدمين لا يعبران عما يعبر عنه الكفان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم، أسأل الله عز وجل التيسير. في أخت أمس أرسلت سؤالا تقول إنها تذهب إلى بيت حماتها لمساعدتها، فكانت تسأل عن حدود الألوان التي ترتديها، فالشيخ سامي السرساوي قال يعني ألا تكون ملابس أو ثياب شهرة، فيتقول ما فهمت معنى ثياب الشهرة. لا، ثياب الشهرة أنا يعني حسبي أو ظني إنه هذه لفظة ما عناها الشيخ يعني حفظه الله وبارك فيه، لأنه ثياب الشهرة هي الثياب التي عرفت بها مشهورات غير مأمونات، يعني كأن تكون لباس الفنانات قصة شعر المشهورات من الممثلات. هذه امرأة منتقبة بل حضرتك، إنما هو ربما يقصد الشيخ الملابس اللي هي الزاهية أو الألوان الزاهية الملفتة للنظر، لأن هذا ينافي معنى الحجاب، فالحجاب مما يشترط فيه ألا يكون ملابس المحجبة في ذاتها زينة تلفت النظر إليها، فهو يقصد ربما الألوان الفاتحة، الألوان الملفتة للنظر، الألوان غير الداكنة، وخاصة أنه في كتير نقاب موضة شيخ. هذا هو المقصود أعتقد اللي يقصده الشيخ يعني، إنما معنى لباس السهرة بعيد تماما عن المسألة التي تسأل فيها الأخت بارك الله فيها. نأخذ اتصال أستاذة أماني، وموضوع النقاب والألوانات النقاب و يعني حدود الألوان نعود إليه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي يا أختنا. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال. خيرا. هو يعني لو 2 مخطوبين ويعني اللي هو الخاطب ده راح قال لوالدة المخطوبة يا بنت لو قال له أنا عايز أكتب الكتاب وكده، وقال له اعتبر نفسك الكاتب الكتاب، وقال له اديني مهلة فقط استشير يعني عمامها وكده واستشيرها هي كمان في الموضوع ده. أيوه. وبعدين جاء قال له بعد فترة يعني أجل الموضوع ده شوية لغاية لسه ما كملش 18 سنة. أيوه. هل يجوز لي إن هو يعني يعملها يعملها كزوجته إلا يعملها كزوجته يعني مثلا كيقبلها أو كده؟ على اعتبار الكلمة اللي قالها أبوها؟ اه اعتبرها او اعتبر نفسك كتبت الكتاب. اه
حاضر، حدود التعامل عبر هذه الكلمة. حاضر، لأن احنا كمصريين ممكن نتساهل في الكلام ويكون راجل مش في دماغه أصلا الموضوع ده. حاضر، ربما يكون لمزيد من الثقة، أو يعني أنت ابننا ويعني أنت مش غريب، والتساهل في بعض الكلمات ما يترتب على هذه الكلمة. شيخ الكريم، أسأل الله عز وجل التيسير. ولكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال لأختنا أماني، يعني يظهر كثير أو تظهر كثيرات من الأخوات في الطرقات وفي الشوارع، ربما بنقاب، ربما يكون ملابس شهرة أو ثياب شهرة أو ما شابه يعني ذلك، واللبس كمان يعني بيبقى ألوانات ملابس شهرة يعني إيه؟ مزعجة لافتة يعني للنظر، الألوان اللافتة الألوان اللافتة للنظر. خلاص، بس استبعدوا بس كلمة ملابس الشهرة دي. طب نستبعد ملابس الشهرة، هنقول ملابس زاهية، ملابس زاهية. فتحة، تمام، حاضر، ضيقة عشان ما نلخبطش الناس، يعني شفافة كده، تمام، صحيح. لا طبعا، لا شك هذا خطأ، لأنه يا أخوات من شروط الحجاب أن تكون الثياب فضفاضة، وأن تكون فضفاضة يعني غير ضيقة، غير مجسدة لمفاصل وتفاصيل البدن. الأمر الثاني أن تكون الثياب سخينة، يعني يكون القماشة تخينة تقيلة، فلا تكون شفافة تشف عما تحتها. الأمر الثالث من أهم ما يشترط في الثياب ألا تكون الثياب زينة في نفسها، يعني ممكن تلبس الملون، لكن ليس الملون المزركش، ليس الملون الزاهي جدا الفاتح جدا، يعني مش هنلبس الأحمر، مش هنلبس الأصفر، مش هنلبس الموف، مش هنلبس البمب الفائع كما يقولون، لكن ممكن نلبس البني الداكن، ممكن نلبس الزيتي الداكن، ممكن نلبس الأسود. نعم، فهذه شروط مهمة جدا تراعيها الأخوات بارك الله فيهن، حتى تكون أهلا أن تكون ملابسهن ملابس المحجب. الحاجة عائشة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، أكلم الشيخ شعبان. الشيخ يسمعك، الله يكرمك يا حجة، تفضلي. الله يخليك. أنا دلوقتي عندي 60 سنة، كنت عايز ألبس الحجاب قصدي النقاب من زمان، بس زوجي يقول لي أنت قواعد من النساء، مفيش حد هيبص لك دلوقتي خلاص. فهل يعني انا كده كده يقولها لك كده يا حاجه عائشه، كده زوجك يقول لك انت من القواعد؟ بيقول لي انت من القواعد. ايه الصراحه الجامده دي؟ لا انا مش عارفه يعني، لا يكون ناوي حاجه يا حاجه عائشه، يكون ناوي حاجه. ده بيقول لي الكلام ده وانا عندي 50 سنه، اقول له انت من القواعد يا نساء خلاص. الله، انا مش عارفه بقى يعني، انا كده عليا وزر ولا ايه؟ انا مش عارفه والله. انت مختمره يا حاجه عائشه؟ انا محجبه. حاضر، لكن نفسي كنت البس النقاب بس هو مش راضي. حاضر، يعني انا حتى لما يعني دايما يقول لي، حتى لما حد بيكلمني يقول لي يا امي، مش عارفه تقول لي هو شايفه، بيقول لك يا امي يعني انت حتي بتلبسي ايه؟ طيب يا اختي عائشه، ايوه، انا خايف لا يكون الراجل فاهم انك هتلبسي له النقاب في البيت. لا لا، ازاي بقى؟ طيب خير ان شاء الله. لا، جزاك الله خير، جزاك الله خير، ربنا يتقبل يا رب، ربنا يصلح حال العباد، اللهم امين يا رب العالمين. عظيم يا شيخنا، الأستاذة أماني وكلمة والدها لخطيبها اعتبر نفسك كتبت الكتاب، وثم سألت هذا السؤال الذي سألته، هل للخاطب أن يفعل هذا مع مخطوبته اعتبارا على هذه الكلمة التي قالها له حماه؟ هذه الكلمة ليست عقدا للنكاح، ولا وليس لها أي معنى شرعي على الإطلاق، إنما عقد النكاح لا يثبت إلا بألفاظ معتمدة، ألفاظ مخصوصة، زوجتك، أنكحتك، اللي هو الإجاب والقبول والولي والشهود. فهذه الكلمة كلمة لا ليس لها مدلول شرعي، وبالتالي هو ما زال خاطبا. فإذا ليس له أن يطلب هذه الطلبات؟ لا أبدا، هو ما زال خاطبا أجنبيا، والبنت ما زالت مخطوبة وهي أجنبية عنه، ولا يجوز لهما أن يستبيح أي شيء من بعضهما على الإطلاق، بل لا يجوز له أن يختلي بها ولا أن يحضر إلى البيت ليراها أو يجلس إليها إلا في وجود المحارم. أما عقد النكاح ده قصة أخرى، وهي الألفاظ المخصوصة في الإجاب والقبول والولي والشهود، وتلكم التي يترتب عليها الأحكام الشرعية التي يستبيح منها الزوج من زوجتي في هذه الحالة ما يستبيح الزوج. يعني كلمة والدها كأنها لم تكن كلمة لا تعبر عن أي شيء، الولد صحيح. أجنبي والبنت يعني أجنبية. كلمة والدها اللي هو اعتبر نفسك كتبت الكتاب، هذا ما أعنيه. انا فاهم، ايوه، من اقصد هذه يعني. الكلمه لا مدلول لها في الشرع، صحيح. الولد ما زال خاطبا والبنت ما زالت مخطوبه فقط، لا هو زوج ولا هي زوج، وما يتلككش. لا طبعا، ربنا يهدينا. لا مشكله. الاخت عائشه او الحاجه عائشه ربنا يديها الصحه، 60 عاما،
وتريد أن ترتدي النقاب وزوجها يقول لها أنت من القواعد، فماذا والله تفعل؟ نحن أولا نحييها بارك الله فيها على هذا الحرص على أن تكون محتجبة متأسية بنساء النبي، نساء المؤمنات، نساء النبي رضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين، ونساء الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، ونعم النساء نساء المهاجرات، ما أن أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن حتى قمن إلى مروطهن فشققنهن واعتجرن بهن وصلينا الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات. معتجرات يعني مختمرات، والخمار ما يضرب على الرأس وينزل إلى الوجه اللي هو بنسميه إحنا فيما بعد النقاب. نحن في زمن الفتنة، وأهل العلم يقولون إنه النقاب وإن كان الأمة اختلفت فيه على الوجوب والاستحباب، والأكثرين على أنه مستحب والأكثرون على أنه مستحب، لكن يتأكد هذا النقاب أولا في أزمنة الفتنة وما أشد الفتن التي نعيشها، فتخشى الفتن على المرأة ومن المرأة. ثم قالوا: يتأكد النقاب في حق الحسناء ولو كانت كبيرة، وفي حق الشابة ولو لم تكن حسناء. تاني؟ واضح. لا يعني يتأكد النقاب في حق المرأة الحسناء حتى ولو كانت كبيرة السن، ويتأكد النقاب في حق الفتاة الشابة حتى ولو لم تكن جميلة. وبالتالي فأنا يعني أناشد الحجة عائشة بارك الله فيها أن تصيب خيرا وأن تصيب أجرها في النقاب دون إذن زوجها، يعني هو لا يريد ترطب نفس الزوجة، هو يعني هو لا يمنع منعا صريحا، لكن يقول أنت من القواعد، وهي تقول أنا لست من القواعد بالطبع، وهي ترى نفسها وتعرف حالها. فإن كان حالها ينطبق على أحد مما ذكرت أو على شيء مما ذكرت، فإن شاء الله النقاب يتأكد في حقها. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم عادة يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهي إذا اقتنعت بهذا تحاول جاهدة أن تقنع الأخ الزوج بارك الله فيه، وعلى الأقل لو جاءت له من ناحية لا تحرمني أجر النقاب، فأنا أريد أن أختم حياتي مع الله عز وجل بإصابة هذا الخير وهذا الأجر، وأن أكون مثل عائشة وحفصة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، تقول: أنا عايزة أعرف هل يجوز أن تتزوج امرأة بدون ولي مع العلم أنها ترجع لزوجها وهي وحيدة وملهاش حد بقى ووكيل ليها غير عمها، وهو رافض ومقاطعها وبيقول لها كلام وحش، ولو ما ينفعش تعمل ايه؟ يعني ما لهاش ولي غير عمها. بس وعمها هي ترجع لزوجها دي، لعلها مطلقة وخارج، يعني انتهت العدة وما شابه ذلك. المهم انها تسأل هل لها ان تتزوج بدون ولي وليس لها ولي الا عمها، وهو يتعامل معها معاملة سيئة. طيب. الأصل أولا الذي نريد أن نقرره ونكرره أنه لا يجوز للمرأة بحال أن تتزوج من تلقاء نفسها بدون إذن ولا علم وليه، لأن هذا هو الأصل الذي عليه أهل العلم، وهو أصح القولين مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. ولا هنا يسميها أهل العربية لا النافية للجنس، لا ينعقد النكاح أصلا إلا بالولي وشاهدي عدل. وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أنكحت. أيما امرأة نكحت وأنكحت كلاهما واحد نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فلهذين الحديثين وغيرهما من الآيات والأحاديث قرر الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي حتى ولو كانت ثيبا، لأن لفظ امرأة أصلا يقع عرفا على المرأة أكثر مما يقع عرفا على الفتاة الأنس. لكن الأخت السائلة تقول أنه من أجر عمه الولي الوحيد ويقاطعها يعضلها ويقاطعها. في هذه الحالة إذا رغبت في النكاح وكان بالنسبة لها شيئا لازما فعليها أن تبحث عن ولي آخر، يعني ليس لها إلا هذا العم. طيب تنظر في أبناء عمها هؤلاء، يعني من أبناء عمها ما يقوم مقام
العم، تنظر في غيره من الأعمام إذا كان موجودين، تنظر إلى إذا لم تجد وليا في العصابات فلتنظر إلى ولي آخر من الأرحام، يعني تشوف خالها، تشوف ابن خالها. ما لقيتش. في هذه الحالة إن لم تجد لا في العصابات ولا في الأرحام فالسلطان حينئذ ولي من لا ولي له. من السلطان؟ أكثر أهل العلم يقولون السلطان اللي هو ولي الأمر الشرعي، لكن خلينا نقول أنه تنظر مثلا إلى عمدة القرية، كبير عائلات القرية، تنظر إلى شيخ القبيلة عندهم، تنظر عايشة إلى في إمام القاهرة مسجد، أو في المدينة إمام تعمل. مسجد، إمام مسجد من تمام. الأئمة المعروفين المشهورين بالديانة والخلق وحسن السمعة والسلوك يكون وليا لها. إذا لم تجد هذا كله تذهب إلى قسم الشرطة وتعقد نكاحها في قسم الشرطة أو في مكتب النيابة المختصة، النيابة الحسبية، فإنهما يقومان مقام ولي الأمر في هذه الحالة. إن لم تجد من هؤلاء. الحاجة خديجة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، معانا؟ طب نستكمل. صلى الله عز وجل. معذرة لو أطلت عليك يا أستاذة خديجة، ولكن كلام كان متصلا. تمام. السلام عليكم. بالله عليك يا شيخ أجبني، رضا مين الأول، أمي ولا زوجي؟ يعني السائلة سائلة. خلاص امرأة. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. شوف يا أختي المسلمة، قولا واحدا، الأولى في حق الزوجة هو الزوج قبل أبويها، والأولى في حق الزوج هما أبواه قبل زوجته. يعني إذا كنا نسأل عن أعظم الناس حقا على الزوج، أمه ولا زوجته؟ لا، الأم مقدمة على الزوجة. الرجل. طب إحنا هنعكس الزوج يعني. الزوج. لا، إحنا بنسأل عن أعظم الناس حقا على الزوجة. إذا كنا بنسأل أعظم الناس حقا على الزوجة هنعكس، هنقول زوجها وبعدين أمها. خلاص. منين جبنا الكلام ده؟ من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. طيب أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال المرأة في بيت أبويها ولايتها وقوامتها في يد زوجها، في يد وليها اللي هو أبوها، فإذا انتقلت المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها انتقلت الولاية بالكامل إلى الزوج، وأصبح الأب والأم خلف الزوج وليس أمام الزوج. وبالتالي نحن نقول لهذه الأخت السائلة، مش هي الأخت السائلة؟ نعم. نقول زوجك 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 وبعدين يأتي الأبوين. مش معنى كده أنها تغضب أمها. لا، إحنا مش بنقول هو معنى كده، بنقدم حق على حق يا أستاذ أحمد. نعم نعم، هو ترتيبات بس، أولويات، ترتيب الحقوق. أعظم الناس حقا عليك الآن الزوج. نعم. يعني افترض جدلا أنه صدر أمرين مختلفين، أحدهما من الزوج افعلي وأحدهما من الأم لا تفعلي، تسمع كلام الزوج. هذا يحدث كثيرا. يحدث. الزوج يقول يعني لها ما تنزليش الفرح. أحيانا يدخل البيت يجد امرأته يعني مختلفة، يقول لها يا أم الجد يعني مثلا. لا افترض كذا، مثلا في فرح، في مناسبة، قال لها لا ما تنزليش لسبب ما. اتصلت بها الأم، ما تنزليش ازاي؟ انزلي، أنا اللي بقول لك اهو انزلي. لا، ما ينفعش أنت تقولي لها إيه، ما خلاص أصبحت وهي بيت زوجها وليها رقم واحد هو الزوج، بل شيخ الإسلام بيقول وليها الأوحد. يعني هو إذا قال فلا قول بعد قول الزوج. جزاكم الله. إنما هل معنى كده أن هي تعق الأم؟ لا، بل تسترد الأم وتفهم الأم أنه يا أمي هذا هو الشرع، أن حق زوجي مقدم على حقك، فالله يكرمك، لا تخالفيني، لا تجعليني أخالف ما عليه الزوج أو ما يريده الزوج، وتبقى يعني مرتضية وراضية لأمه. جزاكم الله خير. لأن الأم أصلا كمان هي كمان زوجة، يعني أمها نفسها زوجة. لكن الميزان هنا بيختلف، وهي تمام. زوجة غير مع بنتها ولها زوج. نعم. وممكن يبقى أمها أيضا يعني تمر بنفس الظروف، يا سيد الحبيب رقم واحد. أعلم يا أستاذ أحمد أن في بعض الأمهات تريد أن تحكم بناتها وهن في بيوت أزواجهن. صحيح. هذا خطر.
نسأل الله الهداية. هما سؤالين. السؤال الأول، أنا وأصدقائي، لكن هي يبدو أنها امرأة، وصديقاتي بنعمل ختمة جماعية للقرآن، يعني بنحدد مثلا 10 أيام ونقسم المصحف علينا، كل واحدة تأخذ أجزاء معينة حسب وردها، وبده بنشجع بعض على القراءة وعدم الكسل. هل هذا يجوز أم لا؟ والله يا اخي الحبيب، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني ان كنا فعلنا هذا تحفيزا لانفسهن وحظا وحثا لانفسهن واعانه لهن على الخير ومسابقه ومصارعه ومنافسه، فان هذا امر لا باس به. انما لا يدعين ان ما يفعلن سنه ماثوره عن النبي ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهن اجمعين، لكن نحن لما ضعفت الهمم وضعفت العزائم اصبح كل واحد منا يحتاج الى من يقويه ومن يعينه ومن يذكره، فلا باس بهذه الصوره في حاله ما كانت اعانه لانفسهن وحثا لهن وتنافسا بينهن على الخير. نعم، جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لشيخ الفاضل أسئلة كثيرة، لكني أقتصر على سؤالين فقط. أولهما، زمن الفتن وما به من تخبط بين الناس، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأصبحت تائها لا أعرف من على الحق ولكني أعلم أهل الباطل، فبما توصيني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أنت الآن ولله الحمد تقولين أعرف أهل الباطل، فإذا عرفت أهل الباطل اعتزل الباطل واعتزلي أهله ومن سواهم. لابد أن تعرفي أن القاعدة أن نعرف أولا الحق فسنعرف بعد ذلك أهله، يعني إحنا بنبدأ بداية معكوسة، نحن نعرف الحق أولا لنعرف أهل الحق، فالحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال هم من يعرفون بالحق. ولا يختلف أحد أن الحق هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح. لا شك أن الحق اجتماع كلمة المسلمين على كلمة سواء. لا شك أن الحق هم من يقيم على اعتقاد العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أصحابه رضي الله عنهن أجمعين. لا شك أن أهل الحق هم من يبذلون فيما بينهم الخير، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله عز وجل. لا شك أن أهل الحق هم هؤلاء الذين يبذلون للفقراء والمساكين والأرامل واليتامى. لا شك أن أهل الحق هم من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء هم أهل الحق في أي زمان ومكان، سواء سموا أنفسهم زيدا أو عبيدا. المهم أن نعرف أولا الحق فنعرف بعد ذلك أهله، ولا تشغلنا الراية، وحيثما وجدنا الفرقة علمنا تماما أن أهل الحق ليسوا هم أهل الفرقة، أهل الحق هم أهل الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، جماعة أهل العلم والسواد الأعظم من أهل الإسلام الذين على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الأستاذة عائشة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلتك يا شيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ شعرين، يا ألف مرحبا. الله يكرمك. الحمد لله. حضرتك أنا عندي سؤال. بص، امبارح حصل بيني وبين ابني موقف كده وبعدين فزعني، فقلت له والله انا هتصل بخاله واكلمه، وفعلا اتصلت بخاله وكلمته، فقال لي طب انا جاي، فاتصلت بيه تاني فما لقيتوش جاي. انا دلوقتي اما حلفت من السؤال هنا حضرتك، انا حلفت قلت له هتصل بخالك ولازم اقول له كده، فاتصلت بيه تاني مره فما جاش هو كده، فهل انا دلوقتي عليا وزر ان انا اصوم ولا حاجه للشيطان دوت ولا ايه دلوقتي؟ يا حاجه عائشه، مش حضرتك حلفتي ووفيتي؟ اتصلتي فعلا؟ ايوه فعلا، واتصلت فعلا وكلمته وقال لي انا جاي، وقال لك انا جاي وهو اللي ما جاش. ايوه بس في ظروف اللي خلاها هو ما جاش يعني. تمام، ظروف. رحت حلفت له تاني قلت له يمين الله لازم ان احتفظ بخالك واجيبه دلوقتي اكلمك وكده. فانا اتصلت بيه. انت حضرتك بقى كنت يعني بتحلفي ان خاله يجي ولا انك تتصلي على خاله؟
ان انا اتصل على خاله عشان يجي يكلمه يعني وكده. تمام. عشان طيب. هو ضايقني يعني. طيب خلاص. خليت ان هو يجي يكلمه. حاضر. تمام الكفار. حاضر لو كان في كفار. حاضر يا حاج عائشة، اسأل الله عز وجل التيسير. من معنا؟ استاذ محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل. الحمد لله. بعد اذن حضرتك يا شعبان. تفضل حبيبي. بالنسبة لمسألة التقسيط، انا دلوقتي بروح اجيب من عند الراجل بتاع الادوات المنزلية جهاز بتاع العروسة مثلا ب40,000. نعم. ال40,000 دول باخد الجهاز على 6-7 أشهر، وكل شهر وانا رايح مثلا بديله 1,000 جنيه 2,000 جنيه، وفي الاخر يبقى عليا مثلا 25,000 20,000، فبيقول لي هحط لك نسبة عليهم مثلا بنسبة 10%، يعني مثلا يبقى 2000 زيادة براحتك في التقسيط، كل شهر 500، كل شهر 1000. أيوه. في شهر انزنقت ممكن اشيلك كده عادي يعني. ايوه. يعني انت في الاول اشتريت بالتقسيط يا استاذ محمود جهاز العروسه، على 6 اشهر، البضاعه كلها على 6 اشهر، على 6 اشهر، وكل شهر بديله مبلغ 500 جنيه، تمام، 100 جنيه، وفي الاخر يقول لي بقى لك كذا وعليهم نسبه 10%. طيب. حاضر. ده السؤال الاول بعد اذنك. السؤال الثاني، بالنسبه لما المخطوبه الخطيب لما الواحد يروح يشوفها وافق خلاص عليها وبقت خطيبته، هل ينفع بعد كل زيارة مثلا كل اسبوع اما يروح يشوف ايديها ويشوف وشها، ولا تبقى اجنبية عنه تماما، لا ايد ولا وش؟ حاضر. طيب السؤال الثالث، هل يجوز الجمع للمريض؟ يجوز الايه؟ الجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء للمريض، بحيث ان هو بيبقى عليه مشقة لو صلى كل وقت ووقت وبينسى، برضه ممكن يتوه في الصلاة، لازم واحد يقعد قصاده يقول له ارقع اسجد الجمع كده. للمريض. حاضر. وايه؟ ماشي يا استاذ احمد. ايه يا حبيبي؟ بتقول ايه؟ حد يوجهه. التوجيه. حاضر، اسال الله عز وجل التيسير. تمام. سؤال الحاجه عائشه. الحاجه عائشه رجعت تاني ولا ايه؟ طب السلام عليكم. زوجي قاعد جنبي اهوت. انا الحاجه عائشه الاولى. هو انا من الصوت انا من الصوت مميز، احنا عندنا 2 حاجه عائشه اتصلوا في حاله. صح. تمام. تمام. انا كنت سالتك على القواعد من النساء. فاكر. تمام. أنا في سؤال تاني بالنسبة لزوجي يا حاجة عائشة. نعم. أنا قلت لحضرتك 60 سنة ديت في عز الشباب، من القواعد في عز الشباب. طبعا. ده هو الله يخليك، ربنا الله يكرمك. الله يخليك. هو دلوقتي هو مش مربي دقنه، وأنا بقول له أنت كده قاسم، فبيزعل مني وبيتخانق معايا وبيقول لي في اختلافات كتيرة قوي بالنسبة للدقن. طيب ده حاجة. والحاجة التانية، هل يجوز أدي زكاة الأموال لجمعية مثلا زي مصطفى محمود أو أي جمعية شرعية؟ طيب. حاضر. تمام، شكرا، جزاك الله. معلش أنا أسفة، أنا دايما لا لا، اتفضلي اتفضلي. شكرا يا حاجة عائشة، ربنا يحفظك ويرزقنا وإياكم الطاعة. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختنا. أيوة، أنا ليا بنت متجوزة. ألو. أيوة نعم، تفضلي. أنا ليا بنتي متجوزة، وبعدين ابوها كان معاها 10,000 جنيه، اداهم لجثه يشغلهم. فاحنا لا خدنا منهم ارباح ولا نعرف شغلهم ولا ما شغلهمش، وبعدين جن ايه طلبناهم منه بعد 3 سنين. طلبناهم منه، فهو ايه لا رضى يرد علينا ولا رضى يكلمنا، لغايه ما دخلنا ناس وكده، وبعد كده ايه الناس اتوسطت دفعت 10,000 جنيه ومنع بنتنا عننا خالص، ولا بنتنا بتجيلنا، وهو ايه قال خلاص انا حرمت عليكم البيت بتاعي. ربنا يهديه، ربنا يهديه. فدلوقتي يعني نعمل ايه؟ مش عارفين نعمل ايه. حاضر. ويعني بكل ادب وبكل احترام، وطلبناهم منه بكل ادب وبكل احترام، وما فيش اي حاجه. هل جزاء المعروف الا هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ طيب. حاضر يا حاج. حاضر. حاضر. ربنا يهدينا ويهديه يا امة الله، ربنا يتوب علينا وعليه الواحد. والله يعني نقول ايه غير ربنا يتوب علينا. مين؟ استاذ صلاح. السلام عليكم، ارجو ان يكون استاذ صلاح الاتصال الاخير عشان نجاوب كل الاسئله بعد اذنك يا استاذنا. السلام عليكم يا استاذ صلاح. اهلا بالسلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل. انا عايز اسال بس في رقم غنى على المدام بتاعتي، وقلت لها مين اللي معاكي، فقالت لي على اسمه عزير، فقلت لها والله قلت لها على الطلاب الثلاثه لو انا مش موجود وسالتك كنت هتكذبي عليا. لا حول ولا قوه الا بالله. وهي قالت لي انا والله ما كذبتش.
فانا عايز اسال يعني هل ده يمين ليه كفاره يمين ولا ايه بالظبط؟ وليه الشك كده؟ عايز استفسر عليه. طيب حاضر. خيرا خيرا. حاضر، ربنا يصلح لنا وحالك يا حبيبي شيخنا الحبيب، الوقت يداهمنا، اسال الله عز وجل التيسير. الحاجه عائشه حلفت لابنها انها والله هكلم خالك عشان يجي ويكلمك، وكلمته فعلا وخاله لظروف ما جاش، هل عليها كفاره؟ لا كفاره عليك يا حجة، انت وفيتي بما حلفتي علي فلا يلزمك شيئا من الكفار. اخونا محمود، التقسيط والصوره التي شرحها انه يشتري يعني جهاز العروسه ب 40000، الصوره كلها ربا في ربا. انا المفروض الاتفاق قبل البيع والشراء. يا اخي الحبيب، يا اخ اسمه محمود، محمود يا استاذ محمود، انت تذهب لشراء العفش من التاجر، قيمه العفش فوري 40000، وانت واقف لسه قيمه العفش بالتقسيط كام؟ هيقول لك 60000. انت بتشتري البيعه بتاعت التقسيط، بتدفع ما تيسر معك مقدمه وما تبقى من الستين اللي هتقسطه عليه كل شهر. صحيح. انما انك تدفع شويه فلوس شويه وبعد كده الاتفاق بعد 6 شهور ما تبقى، يقول لك عليه فايده 10%، هذا هو الربا اللي نزل القران لتحريمه. يبقى الاتفاق والبيع والشراء قبل البيع والشراء على الديون. الفائده على الديون يا اخوه بالاجماع المسلمين هو الربا المحرم الذي جاء لتحريمه. وبعدين هو شاف اتبقى كام، حط له نسبه كلام أبدا. يعني من البدايه احنا بنتفق البيعه فوري ولا قسط؟ فوري ب 40، طب قسط بكام؟ ب 60، خلاص اشتري بال 60. وعلى كم سنه؟ ادفع مقدمه وادفع كل شهر القسط اللي هتتفق عليه. حدود رؤيه الكف والوجه والكفين للمخطوبه، هل كل اسبوع؟ اذا هو يفضل كل مره يشوف ولا ايه؟ الا اذا كانت هي اصلا غير منتقبه. ده موضوع تاني. يعني لو طبيعي هي غير منتقبه فهو طبيعي راى الوجه والكفين وهيرى الوجه والكفين، اما اذا كانت منتقبه ففي هذه الحاله هو راى منها ما يدعوه الى خطبتها وتمت الخطبه، يزورهم في وجود المحرم، لكن لا يلزم اطلاقا ان هي ترفع نقابها او تخلع قفازها. جمع الصلاة للمريض وتوجيهه أثناء طبعا الصلاة. مثل هذا المريض النبي جمع في غير مرض ولا سفر ولا خوف ولا مطر. قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، والمريض ليس عليه حرج فيفعل الأيسر له، اتقوا الله ما استطعتم. ومن هنا فإن جمعوا له الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فإن هذا إن شاء الله سيكون أيسر بمثل هذا المريض الذي حكى عنه، ولا بأس أن يجلس أحد إلى جواره إن كان يغيب كما يقول فينبهه إلى الركوع أو ينبهه إلى السجود، مع العلم أن مثل هذا المريض الذي يغيب أحيانا يعني يفقد الذاكرة جزئيا أحيانا، لابن حزم رحمه الله كلام أن مثله لا يجبر يعني لا يضغط عليه حتى يصلي، لأنه حال إفاقته سيصلي، أما حال غيبوبته فلا تجب عليه الصلاة، لكن افعلوا ما تيسر لكم وما تيسر له، وهذا من باب التعاون معه على البر والتقوى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. حاجة عائشة، القواعد زوجها كلها، أنت من القواعد من النساء، والنقاب حضرتك أجبتها وهي على الهاتف. أجبنا على النقاب بس مش عارف هو الأخ الحاج كان جالس ولا لا، ما سمعش. تمام. إحنا قلنا إنه النقاب، نعم النقاب ليس فرضا ولا واجبا على يعني على مثل الحاجة عائشة، لكن نحن نقول الآن نحن في زمن الفتن. والنقاب في زمن الفتن يتأكد وجوبه في حق المرأة الشابة حتى ولو لم تكن جميلة. تمام. ويتأكد في حق المرأة الجميلة ولو لم تكن شابة. مسألة اللحية تقول له أنت آثم لأنك غير ملتحي، هي طبعا معتقدة مذهب الحنابلة في أن اللحية واجبة. الأرجح فيها الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحديث أو الأحاديث عنه بصيغة الأمر، قال قص الشارب وهذا فعل أمر، واعفوا اللحى وهذا أيضا فعل أمر. ولعل الأخ الحبيب بارك الله فيه اللي هو الزوج يتبنى ما يقوله جمهور الفقهاء من أن اللحية سنة مؤكدة. تمام. لكن نحن نقول طيب حتى لو كانت سنة مؤكدة، أليست السنة هذه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تمسكنا بسنته دليل على إيماننا به ومحبتنا الصادقة له؟ صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بارك الله فيك. زكاة المال للجمعيات أو للجمعية الشرعية أو هذا ذلك أنا شخصيا أرى أنه أفضل ما ينبغي في حالة الحرص على أداء الزكاة ووضعها عند مستحقيها الحقيقيين أن نضع الزكاة في أيدي الجمعيات الخيرية، لأن هذه الجمعيات عندها حصر بالأسر الفقيرة وعندها بحوث اجتماعية فتعرف المستحق من غير المستحق. أما اجتهادي أنا قد أصيب فيه وقد جميل أن تضع زكاة المال في الجمعيات. هذه المرأة التي اتصلت أمة الله أختنا
وما فعل زوج ابنتها من عقوق ومنعها منع ابنتها من دخول البيت. للأسف الشديد هو مخطئ على كل حال، مخطئ في المماطلة في دفع ما عليه من الحقوق، ومخطئ أكثر وأكثر في قطع رحم زوجته. الواجب على الزوج أن يعين الزوجة على أن تصل رحمها، لا هو الذي يأمرها بقطع رحمها. فلا شك أن هذا رجل مخطئ وهو آثم ما لم يعجل بتوبة لله عز وجل، وعليهم أن ينتهجوا أي طريق، إن كان طريق ودي، إن كان طريق أهل الخير، إن كان حتى طريق الشكاية. يعني لو وضعوا هذه الشكاية أمام محكمة الأسرة في أنه يمنع زوجته من وصل رحمها، فإن هذه لها معاملة خاصة حتى لو استدعى الأمر في محكمة الأسرة، إن فقدوا كل طريق ودي إلى حل المشكلة. أخونا صلاح، والختام، علي الطلاق بالثلاثة والشك في زوجته، هل عليه كفارة؟ هو لا بتكلم رقم علي الطلاق لو أنا مش موجود كنت هتكذبي علي. لا طبعا، هو مخطئ أولا في هذه اليمين من ناحية أنه حلف بغير الله عز وجل، والنبي يقول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن ادعاء ان هي لو مش موجود هتكذب عليها، هذا ادعاء بعلم الغيب، وهذا لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. وانا اقول الاولى ان يتوب الى الله عز وجل من هذه اليمين الخاطئه، ثم يكفر عن يمينه لانها فعلا صدقت. عليه كفاره يطعم اطعام 10 مساكين ان عجز عن الاطعام يصوم 3 ايام. نعم. شكرا لك، جزاك الله خير فضيله الشيخ شعبان درويش. مشاهدينا الكرام، اسال الله عز وجل القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا